Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, fihad la période, rakum lah. Et justement, vu les conditions, rana foutu alayhom hadi yamat, donc habit, je partage avec vous une série de vidéos, had la série pour vous accompagner beaucoup plus, باش تكونوا في لا بوزيتيف اتيتود، يعني نكونوا مع بعضنا ايجابيين على قدر ما قدرنا. لانه بون احنا ماناش نحوسوا دوكا باش نقولوا نكونوا في لو بونور ابسولو. ديجا لو بونور ابسولو نيكزيست با، سي لو بونور سي جوست ان مومون اللي نعيشوه، سي اون ايموسيون مومونتاني، بصح اللي نحوسوا عليها احنا اكثر كي نقولوا نكونوا ايجابيين ونكونوا في لا بوزيتيف اتيتود، معناتها نكونوا بوكو بلوس في راحه ونكونوا مرتاحين. La positive attitude, ce n'est pas juste sourire et dire tout le temps que ça va bien se passer et malish, donc kulchi ji mlih. Non, la positive attitude, c'est beaucoup plus des actions. Af'al ndirouhom bach nkounou ijabiyin. Lianno hna nqdrou nkdbou kima ma fin nqoulouha daiman nkdbou ala nnas koul illa ala rwahna. Donc, الحاله مش مليحه وانا نقول لروحي نو تو فاس بيان سباسي، هنايا افيك لو طون من بعد مش راح نمن روحي. باغ كونتخ كاينه افعال كي نديرها هذوك يريحوني ويخلوني نكون جوستومون ايجابيه، يخلوني نكون بوزيتيف. دونك حنا في هاد لا سيري دي فيديو رايحين كل مره نشوفوا اون اكسيون او دو على حسب كل مره كيفاش تكون لا فيديو، ونتقاسموا دونك كيفاش تكون هذيك لاكسيون وكيفاش تجوزوا بها اون سيمين. دونك شاك سيمين راح تكون كاينه اون فيديو، اي وشاك سيمين تكون كاينه اون او دو اكسيون اللي راح نديروهم دورون هذاك الوقت كله. هكذا باش باسكو اون رياليتي لا بيرسون كي تكون ايجابي في الايجابيه ولا تكون في السلبي، هنا سي بوكو بلوس سا ديبون على الفونكسيونمون تاعها، كيفاش المخ تاعها لو سيرفو تاعها فونكسيون. دونك احنا واش راح نديرو دروكا كي شغل اون بروغراماسيون، نخليو لو سيرفو تاعنا نبروغراميوه بوكو بلوس في البوزيتيف كو في النيجاتيف. دونك لكان من قبل كان يميل بينا نروحو بزاف الاشياء السلبيه ويخلينا نشوفو بزاف في السلبي، بهاد لا سيري ان شاء الله بهاد الافعال بوكو بلوس ان شاء الله راح نكونو بلوس دون لو بوزيتيف مهما كانت الظروف اللي رانا نفوتو عليها. كاين سيغتان بيغسون كي نو ديز ايه بصح ما عمالكش انا الظروف اللي راني فايت عليها. كل انسان عنده ظروف، كما قلنا في البدايه ما كانش هذاك اللي عايش في السعاده هذيك الكامله وراه هو كمهني من جميع النواحي ولا لا، لكن الفرق ما بين الناس هو انه كل واحد كيفاش يفكر. دونك نبداو هاي بعد التفكير والاحاسيس، وبيان سور هما اللي يجيبوا لنا من بعد لو كومبورتمون. دونك على هذه رايحين نبداو نشوفوهم فعل بفعل، وكل مره اون بروغرام نوتر سيرفو، كل مره نرجعوا بوزيتيف دو بلوس بلوس، حتى ان شاء الله ما نكملوا لا سيري نكونوا لحقنا لو ماكس دو بوزيتيفيتي. واليوم راح نبداو اول فعل ولا بروميير اكسيون اللي بها راح نكونوا في لا بوزيتيف اتيتود، سي لو فات اللي نعيشوا الوقت الحاضر تاعنا، فيفر لو مومون بريزون. دونك هنا كاين نوعين يعني من الناس، كاين نوع اللي يقول لك ما نقدرش نعيش هذاك لو مومون، ميم كي نحب ما نقدرش. وكاين ناس مش واعيه اصلا بلي راهي ماهيش عايشه لو مومون بريزون تاعها. دونك احنا رايحين نبداو نخدموهم لي دو، رايحين نبداو باللولى اللي هي الانسان مش فايق ميم با بلي ماهوش عايش الحاضر تاعو. دونك هنا بوغ اتيغي لاتونسيون راح تعرف روحك لكان راك كل وقت سوا تخمم على واش صرا في لو باسي وتعاود ترجع فيه وتتحسر عليه، ودونك هنا راك عايش في الباسي اكثر من في البريزون، ومعناتها هنا راه ماك الاحاسيس السلبيه هذيك تاعك تاع لو باسي راك قاعد تعاود فيها في الوقت الحاضر تاعك، يعني ماكش تتمتع واش راهو عندك درك واش راك عايش، مي بوكو بلوس راك في الماضي. دونك هنا امبوسيبل راح تكون كاينه طاقه ايجابيه ولا احساس ايجابي، لانه الافكار راهي سلبيه ومن الماضي. دونك احنا نتعلموا باللي الماضي نجيبوا منه جوست واش لازمتنا، نستخلصوا منه هذوك الدروس واش تعلمنا منه، ونغلقوه ونخليوه للدور، ونعيشوا هذوك واش تعلمناه نبروفيت منه، نعيشوا الحاضر تاعنا. كاينه ناس اخرى لا ماهيش في الماضي لكن راهي في المستقبل، وكي نقول في المستقبل مش قصدي الانسان راهو يخطط للمستقبل تاعو، لا
بوكو بلوس الانسان اللي راهو خايف واش راح يصرى في المستقبل، خايف يمرض، خايف يموت، خايف يخسر حاجه، خايف يخسر انسان، خايف. المهم كل مره واش راهو خايف، هذا الخوف راح يخليه يعيش الوقت تاعه كل وهو في لونكسيتي، في متوتر. هنا ثانيتك معناتها الانسان ماهوش عايش الحاضر تاعه. الوغ كو حنا على بالنا وكل باللي المستقبل في يد ربي سبحانه، واحد فينا ما يقدر يعرف. حتى ولو كان كنت دركا عندي صحتي كلها وعندي مالي وعندي كل شيء لازم، هذا مش مضمون. دونك المستقبل ضامنه ربي سبحانه، وعلى هذه ما لازمش نكلفوا روحنا ونكلفوا نفسنا ونخسروا هذيك المتعه تاع المومو بريزون تاعنا واحنا غير لاتيين نديروا في الحسابات تاع المستقبل. المستقبل تاعك يسالك بحاجه، هي انك تخطط له، تشوف واش راح يكون فيه، دير الخطوات اللي تقدر تمشي فيها من بعد وخلاص تحبس هنا. بعد تلهى جوستومون بهذوك الخطوات اللي رايحين يوصلوك، وانت في نفس الوقت تتمتع بكل واش عندك في الوقت الحاضر هذا، كل النعم اللي عطاها لك ربي سبحانه. ما كانش انسان ما عنده والو، وما كانش انسان عنده كل شيء. دونك الانسان اللي يتمتع هو الانسان اللي يكون واعي لواش عنده ويبروفيتي منه. دونك هنا الاشخاص اللي ماهوش واعيين اصلا باللي راهم ماكي، ماهوش يتمتعوا بالوقت الحاضر تاعهم. بالنسبه للاشخاص اللي فاقوا بصح، يقول لك اشاك فوا نجي نعيش المومون بريزون تاعي ومن بعد افكاري يا ترجعني للماضي يا تديني للمستقبل. دونك هنا هذا شيء عادي، لانه احنا لكن من الصغر وحنا برمجنا رواحنا هكذا، من الصغر وحنا برمجنا هذا المخ تاع يا يرجع للباسي يا يروح للمستقبل. دونك رجعوا لي كونيكسيون يخدموا كل الوقت. دونك هنا نبداو بشويه، نبداو مع رواحنا باش نعيشوا هذيك اللي يسموها لا بلين كونسيونس. بلين كونسيونس يعني نكون واعيه 100% واش راهو واش راني ندير. تبدا دونك هنا تبدا البرمجه لا بروغراماسيون، نعود اي شيء نجي نديره ولو كان اصغر شيء، يعني رايحه ندير نحط بالي معاه، نشوف روحي كيفاش راني نديره. وعلى هذه دائما نقولوا حب واش دير، وخلي اي حاجه ديرها ديرها بحب، لانه هذاك الحب راح يخليك تعيش هذاك المومون وتتمتع بهذاك الشيء اللي راك دير فيه. دونك عيش هذاك المومون وانت دير في هذيك الحاجه، كونسونطري عليها. كي شغل كيما نهار كي يجيبوا لك حاجه جديده ما تعرفهاش، خلاص يا اخي تما كي تجي ديرها تبدا تحط التركيز تاعك. دونك حط التركيز تاعك على اي شيء ولو كان تشوف بلي ما عندوش اهميه كبيره. هذاك الطريقه وانت تحط في التركيز تاعك ثم راك تبرمج في المخ تاعك باش يعود يعيش لو مومون بريزون. دونك معناتها راح تكوبي للماضي وتكوبي للمستقبل، وراح يبدا يتعلم يكون ثم. هنا واش عليه راح تعيشه مره ثواني ولا مينوت ولا ومن بعد تلقاه راح لك، واش عليه؟ هنا لازمتنا هذيك لا سوبليس، ندير تنفس. ما نقولش كيفاش واي تروح لي، لا ندير تنفس باش ما نخلقش ستريس روحي، لانه بلا ستريس انا افونس با. ندير تنفس ونعاود نرجع التفكير تاعي لهذاك الشيء اللي راني ندير فيه. مثلا ابداو هذوك باشياء تحبوهم سورتو، وفي اشياء ثانيه تاع لي لوازير تاعكم، يعني كي تكون في مومون تاع الترفيه. لكن راك باغ اكزومبل مع لي بلونت تاعك، ولا راك تسقي في هذيك لا بلونت، ولا راك تتفرج في ان فيلم، اي حاجه ديرها ابداها ولو كان بالاشياء البسيطه والسهله. ومن بعد نبداو بشويه ونروح، ومن بعد كي نكون نقرا، كي نكون نحفظ، كي نكون لا نسمع في شيء، كي نكون نبدا كل مره. وخاصة ثانيتك كي نقعد مع روحي. دونك نقعد مع روحي نبدا نعيش هذاك لو مومون، نبدا نشوف احاسيسي كيفاش راني حاسه في الوقت هذا اللي راني فيه، نبدا نشوف انا واش عندي في الوقت هذا اللي راني فيه. نشوف الاشياء الايجابيه اللي راهي عندي كل. دونك نبدا نبرمج المخ تاعي باش يتعلم يعيش الوقت الحاضر، نبدا نتمتع به. لانه لو كان ما تعيشوش دركا، من بعد الغدوه ولا غير غدوه راح تبدا تعاود ترجع له، والبارح كنت هكذا وعلاه انا دائما راني راجعه للور. دونك نعيشو درك نتمتع به، خلص اليوم، خلص لو مومون بريزون، خلص الوقت الحاضر، نروح للوقت الجاي، نروح للغدوه ونزيد نعيشو، نعيش كل نهار تاعي،
وكل نهار فات نستخلص منه واش خرجت منه اشياء ايجابيه كل، ومن بعد كل شيء جاي راح يكون جوست عنده التخطيط تاعو والافعال اللي راح نديرها. دونك فيفر لو مومون بريزون راح تخليك تنقص لك، لكان راك من الناس اللي تعيش بزاف في المستقبل راح تنقص لك التوتر، تنقص لك الستريس بزاف، ولكان راك من الناس اللي ترجع بزاف للماضي راح تنقص لك من الحزن، لأن الرجوع إلى الماضي يجيب بزاف الحزن. كي ترجع مرة للماضي خليك تروح المرة وين فيها كنت إيجابي وكان مومون دو بونور. لا سوتيت ورحت لافنيغ، خلي شوف روحك وانت راك تحقق في الهدف تاعك وتكون ان فيزواليزاسيون ويكون ان مومون دو بونور. دونك هذه كانت اول اكسيون ولا اول فعل اللي راح نديروه هاد لا سيمين. حاجه ما تجي بالسهله، دونك كل شيء يطلب منا مجهود، والمجهود هذا راه هو كي فيه فايده، لانه من بعد راح تبدا تشوف حياتك كيفاش تغير، راح تكون ايجابي اكثر واكثر، وكلما كنت ايجابي وكنت في هذا لا بوزيتيف اتيتود كل ما زادت لا كرياتيفيتي تاعك، كل ما تحسنت العلاقات تاعك مع الناس، كل شيء ايجابي راح يكون باذن الله. دونك راح نطلب منكم هاد لا سيمين فات لي زيفور، ديروا مجهود كبير وحاولوا تعيشوها على قد ما قدرتوا، واي الا كان كش ما لقيتوا يعني صعوبات ولا عندكم اسئله ولا تقدروا تطرحوهم كلها في لي كومونتير راح نجاوبكم. وفي الاسبوع القادم باذن الله راح نزيدوا نشوفوا فعل واحد اخر ولا اكسون واحد اخرى اللي رايحين ديروها مع هذه تاع الاسبوع هذه، وتبقى كل مره تزيدوا واحده على واحده حتى ان شاء الله تكونوا ايجابيين 100% ورايحين تتخلصوا من الظروف الخارجيه. راح يكون بوكو بلوس الداخلي هو اللي يتحكم في الخارجي. دونك جو ريميرسي، يعطيكم الصحه، اي سوي بوزيتيف، براتيكي، اي جاتون فو كومونتير، والمره الجايه ان شاء الله راح نشوفوا لاكسون جايه ان شاء الله. صحه سلامه.